بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله نتحدث عن الوحدة السابعة، تداول المحفوظات. الآن حنحكي عن تعريف التداول اللي هو المحفوظات. في عنا موضوع تداول المحفوظات، والهدف الأساسي من تنظيم يعني اللي هو تداول المحفوظات هو استرجاع هذه المعلومات وإعطائها للشخص أو الموظف المستفيد. يعني إحنا بصير في عنا تداول بين الوحدات الإدارية، ممكن من خارج الوحدات الإدارية إنه في أشخاص ممكن يطلبوا هذه اللي هي الملفات، سواء كان ملفات أو سواء في المكتبات، يعني ممكن يستعيروا كتب اللي هي ويتم عملية اللي هي الاطلاع على هذه الكتب ورجاع هذه اللي هي الكتب إلى أماكنها بشكل صحيح. هذه نقطة اللي هي مهمة، لكن تعريف تداول المحفوظات هي عملية نقل الملفات من مكان حفظها إلى المستفيد للاطلاع عليها. يعني انه انا بدي اللي هو اي ملف او اي مثلا الكتب مثلا من مكان حفظها بعطيها للشخص المستفيد حتى يطلع عليها، وبعد هيك بتم عملية استرجاعها بشكل اللي هو صحيح، سواء كان في اللي هو داخل الوحدات الإدارية او خارج اللي هي الوحدات اللي هي الإدارية. لكن هناك بالنسبة لتداول المحفوظات هناك نقطتين: إجراءات تداول المحفوظات وإجراءات متابعة المحفوظات. لما نيجي احنا نشوف هنا بالنسبة للإجراءات، أول إجراءات تداول اللي هي الملفات، يعني أول حاجة في عنا واحد تداول اللي هي المحفوظات داخل وحدة الحفظ، اثنين داخل الوحدة الإدارية التي يخصها الملف، ثلاثة خارج الوحدة الإدارية التي يخصها هذه اللي هي الوحدة. الآن في عنا نقطة نقطة هنشوف إجراءات تداول الملفات داخل الوحدة الحفظ. يعني في عنا ثلاث نقاط اللي هي ممكن إحنا في عملية التداول أو استخراج الملف من مكان اللي هو حفظه، بتم عملية من خلال معرفة رمز الملف أو اللي هو الفهرسة، فبتم عملية إعطاء هذا الملف إلى الجهة المعنية. لازم أسجل كافة البيانات للشخص اللي هو المستفيد للاطلاع على هذه. ممكن أعمل له بطاقة خاصة في المكتبات، بيعملوا بطاقات الشخص اللي بدي يستعير، بتم عملية تدوين إيش اللي هو الكتب اللي أخذها أو الملفات اللي أخذها، فبتم عملية تسجيل اسم الشخص اللي هو أخذ هذا الملف حتى يتم عملية الاطلاع من خلال هذه البطاقة. في عنا اللي هي إجراءات تداول داخل الوحدة الإدارية. هذه داخل الوحدة الإدارية ممكن بعض الأشخاص يحتاجوا بعض الملفات بيطلعوا عليها، برضو نفس الشيء لازم أحد من خلال تحديد رمز الملف من خلال الفهرس والمحتويات اللي عندي، بيتم عملية استخراج الملف، بدون البيانات اللي هو الشخص المستفيد أو المستعير وسجل كافة البيانات، بعدين بيتم إعطاء هذا اللي هو الملف للمستفيد، ومن خلال ممكن كمان حفظ البيانات أو المعلومات على بطاقة اللي هي في هنا في درج خاص مثلا، حتى إيش لما يتم عملية إعادة هذا الملف يكون إيش مرتب ترتيبا حسب الرمز اللي إحنا اتبعناه في عملية الحفظ. بحكي هنا كمان عودة الملف من المستفيد، يعني الشخص اللي هو لما بدي عاود الملف اللي هو المستفيد من خلال أنا ما استخرج من خلال آخر حاجة اللي هي دونت اللي هي بطاقة على البطاقة اسم الشخص أو المستفيد، وبعدين بتم عملية إعادته إلى المكان اللي هو المطلوب. لكن على الموظف هنا أن يتأكد من صحة وسلامة هذه اللي هي الملفات، ويتأكد من تاريخ عودة هذا الملف اللي هو من خلال البطاقة اللي تم تدوينه عليها هذا اسم الشخص المستفيد، و إيداع هذا اللي هي البطاقة داخل الملف المطلوب اللي استأجر فيه، بعدين إعادة اللي هو الملف إلى مكانه الصحيح.